مشاهدينا الكرام، ما زلتم معنا في برنامج إشراقة وطن، ونرحب بالدكتور عادل البعيجان الاستشاري الأسري والتربوي من المملكة العربية السعودية الشقيقة. صباحك الله بالخير دكتور. صباحك الله بالخير والشعب الكويتي الجميل وهذا البلد الطيب مبارك. أشكركم على الاستضافة ويسعدني أني أقدر أقدم شيء لبلدي الثاني. ما في شك. حياك الله وهذه الساعة المباركة. الله يبارك فيك. وسهلا فيك، منورنا أكيد بتلفزيون دولة الكويت وبرنامج إشراقة وطن وبالكويت بلدكم وكانك. الله يبارك فيك، منور بأهلها إن شاء الله. طبعا دكتور، يعني هذه الزيارة ليست الأولى بإذن الله تعالى ولن تكون الأخيرة، يعني حضرتك شرفتنا في التلفزيون في عدة لقاءات. نعم. وعدة برامج. نعم. خصوصا بأن أنت يعني رجل تربوي و مطلع على الأشياء الأسرية التي دائما تفيد وتثري المجتمع بشكل خاص، يعني خصوصا زيارتك اليوم بالذات، طبعا نتشرف فيك مثل ما ذكرت الزميلة بأنها هي متمثلة في نهاية امتحانات السنة الدراسية بالكويت. نعم. لها علاقة ولا صدفة موجودة؟ هو الحقيقة هو تنسيق. نعم. ابتداء جميل من الأستاذ فايز السعلان الله يجزيه خير، معد معد البرنامج. نعم، معد البرامج. نعم. وحقيقة أنا لمست في الرجل أنه يحمل هم. طيب، ولأن هذا مجالي أنا وسبق وأن يعني تشرفت بزيارة بلدي، لن أقول الثاني أن إحنا لحمة واحدة بفضل الله. ما في شك. طيب، فأحمل أنا هذا الهم، وأنا سبق وأن قدمت لي مشروع للكويت وكان بكل اللقاء مع معالي الوزير اسمه تقديري لذاتي. تقديري لذاتي. وتناقشت مع مسؤولين وتحدثت مع الأستاذة يسرى العمر. نعم. وكنا مع مجموعة من المدراء المدارس. وجه لها تحية، أستاذة يسرى كانت ناظرتي. لا والله من وجه لها تحية. والله كل خير. نعم. امرأة حقيقة فهم. يعني إن شاء الله ما تخير عليكم، كلكم خير وبركة. صحيح. حاملة هم. فإحنا يعني الطالب هو النواة. صح. يبقى من يرعى هذا الطالب؟ المدرس احنا نقول. فالمدرس هو الراعي الآن التابع الأساسي، وبالتالي من هذا المنطلق عندنا جزئتين، طالب ومدرس. يعني نقدر نسمي المدرس قائد؟ يجب قائد. أن يكون قائد. والأسرة لها دور. يا سلام، الأسرة هي المرجعية. نعم. ولذلك تقديري لذاتي ينبع من وين؟ أنا الآن طالب، أنا الآن منتج لأسرتي. نعم. صح؟ أنا الآن أمام هذه الشاشة الكريمة، أنا منتج لأسرتي. طيب، ماذا أمثل؟ أمثل عادل؟ ولا أمثل والدي؟ ولا أمثل جميع أسرتي؟ إذا خرجت خارج وطننا أو خليجنا، أمثل خليجنا؟ نعم. ولا مثل امه العربيه ولا امه الاسلاميه؟ صح. هذا يعتمد على ايش؟ الزرعه الاساسيه اللي هو انا الان شحمل تقديري ذاتي من انا. ليش الطالب يكون ضعيف؟ كثير من المعلمين، كثير من التربويين يطرحونه بانه فروق فرديه. صحيح فروق فرديه، لكن هل ممكن ان تعالج؟ نعم، انا درست على اكبر مدربين العالم، تعلمت في حاجه اسمها الموديلنج او النمذجه. هل بإمكان أن أطلع من هذا الطالب الضعيف اللي نسميه ضعيف طالب متميز؟ نعم. بكل سهولة. ممكن مع وجود المغريات اللي موجودة بدون الآن. مغريات أختي، لا مع الحين يعني الزمن الحالي الأجهزة الإلكترونية والتواصل الاجتماعي والبرامج، هذه اليوم منافذ. اليوم في حاجة يسمونها عالمية، يسمونها الأوبن بوك. زمان كنت أنا أتلقى من أستاذي. صح. مصدر تعليمي هو فقط استاذي. والان كان ابوي يمسكني من اذني على سبيل المثال يقول اللي يقوله الاستاذ يقول المعلم تسويه. لا، وفي مقوله مشهوره، لك اللحم ولنا العظام. العظام زين، يا كثر ما قالوا. يا سلام، وانا شرحت للمدرسه، رحت وانا ترجف ارجف زين. اليوم لا، اليوم الاوبن بيك موجود، انا في جهازي اقدر ادخل على اي جامعه في العالم. صح. هذا واحد. اليوم يفترض ان اختبار ما يشكل لي اي رهبه. ليش؟ لان زمان كان عندي فقط كتابي واحد. اذا ضاع راح تبهذلت. راحت المعلومات. اذا ضاع تلخيصات عليه راحت. اليوم ضغطه اقدر ادخل على المناهج، ادخل على المعلمين، اطرح اي سؤال، احصل اي اجابه في اي وقت. وهذه
الجزئية اللي يجب أن تخلي ذهني أكثر يعني أكثر انفتاحا. هذا الكلام غاية في الأهمية. اليوم اللي يتكلم منه هل كل واحد فينا لما يتكلم يمثل نفسه ولا يمثل ثقافة معينة، ولا هو يعني صوت أو صدى لإعلام أيا كان هذا الإعلام؟ نعم. طيب، وبالتالي من خلال منطقك أنا أعرف من أنت، إيش تبي؟ أنا أتمنى أن يكون طبيبا، أتمنى أن يكون طيار، أتمنى أن يكون أمير، أتمنى أن يكون كذا. أمنيات، إيش عملت لها؟ إيش عدت لها؟ ولا شيء. تفضل. طيب أنا بنتكلم شوي عن الأسرة. يعني دائما المرحلة الثانوية هي تكون الفاصلة للمستقبل. احنا بنخلص ثانوي خلاص، من بعد ذلك الطبيب والطيار واللي ذكرتهم، لكن الاسره في مؤثرات خارجيه. نعم. اذا مو الصداقه، اذا الاسره، مرات الاسره يعني يكون في عدم اهتمام او اهتمام زايد. يا سلام. يؤدي الى يعني الدلع وال صح، وان الاطفال يكون ما عندهم همه، يكونون وايد اتكاليين وغير ذلك. فهني بنحط يعني الضوء، نسلط ضوء على دور الاسره. نعم. في مو بس التوجيه ولكن في رسم مستقبل الأبناء. حلو. احنا نسمع بشيء اسمه العنف الأسري. نعم. العنف الأسري، كلمة العنف نحط تحتها خطوط. ايش تعني لنا؟ الضرب والإهانات، صح؟ صح. هذا مصطلح عام. هل نتيقن اليوم ان من العنف الأسري، العنف الأسري الدلال؟ ممكن يصبح عنف؟ طبعا. إذا زاد عن حده. طب الدلال شلون؟ الدلال أنا أقول لك، لما نجي إحنا نقسم الآن الشخصية، زين؟ أنا شنو علاقتي بأبوي؟ علاقتين بيني وبينه. أنا أبي منه حاجة، أنا محتاج لأبوي، وهو علي سلطة وهو يبي مني شيء، صح؟ هذا طبيعي ولا لا أستاذ أحمد؟ والله أنا يعني أستمع إليك بس مو بالضرورة يعني أكون متفق. جميل. بس أستمع. حلو إليك. حلو. يعني أنا علاقتي مع أبوي، أنا محتاج أبوي. نعم. كسند وداعم وقوة وإلى آخره. زين. وأبوي شو يبي مني؟ يبي مني مستقبل معين، يبي مني خلق معين، يبي مني كذا، يبي مني أسلوب معين. نعم. هذا الشيء يجي فيه من خلال سلطته يمارسها. صح. زين. ومن خلال الحاجة اللي أنا أطلبها إياها. نعم. زين. لو أبوي لو وفرت لي الحاجات، وهذا في الغالب وفرت لي الحاجات وما عدل سلوكي، شكون مقصر مدلل. انا مدلل. انا مدلل مدلع دلع سلوكي، كل حاجاتي موفره. زين. حاجاتي ما وفرت وسلوكي متابع، لا تسوي، لا تفعل، لا كذا، لا ذاك، ادرس، اقعد، اكل، اشرب، مضطهد. يا سلام. هل الشخصيتين راح يعطونا نفس المنتج؟ لا ابدا. يا سلام، مصيبة تصير. عفوا، وين اوكي، شنو الحل؟ شنو الصح؟ حلو. في عندنا شيء احنا نسميه الشخصية المتوازنة، اللي هو توفر حاجاته قدر الامكان. نعم. ويراعى ويتابع ويعالج سلوكه. زين؟ ما شاء الله، يعني حقوق وواجبات. بالضبط. الذي لا يعالج سلوكه، طيب، ولا تلبى حاجاته. ابي شيء ما حد يوفر لي، وسلوك ايش ما اسوي ما حد متابعني، ولا حد قايل لي هذا صح وهذا غلط، او بالعاميه ما حد درى عنك. ما حد درى عني. هذا نموذج سيء. هذا احنا عندنا اربع نماذج من الطلاب. نعم. اذا النموذج المدلل، نموذج متزن، نموذج معقد، النموذج الايش؟ مضطهد، المحروم. اي. اللي لم توفر له حاجاته وتوبع وعولج سلوكه. طيب، عندنا اربع اصناف جو للمدرسة. من المعلم الواعي المنتبه اللي عارف شغله؟ زين. هل احنا جهزنا المعلم، علمناه كيف يتعامل مع الطلاب، نفسيات الطلاب، نوعيات الأسر، طيب، البيئة، آليات المراهقين، الفرق بين بيئة وبيئة. وبالتالي الأستاذ عنده منهج بمشيه. ليش؟ لأن وراه مفتش، وراه موجه، وراه متابع. زين. فما فارغه شغلات، همه يخلص المنهج. التلقي للاربع الشخصيات هذه للمنهج ليست واحده. صح. وبالتالي تفضل. تالي عندنا الجزئيه، تالي عندنا شخصيه واحده فقط، اللي هي ايش؟ اللي تقدر
تنتج لنا صح اللي الشخصية المتزنة، من وفرت له حاجاته بالمعقول وعولج وتوبع سلوكه بشكل صحيح. تفضلي. طيب مدام فضلك الدكتور، ايش معنى يعني برا في الدول الغربية دائما؟ يعني انا لان عن تجربتي درست بالدول الغربية ودرست بالكويت، دائما المدرس اللي برا اتقبله اكثر او المدرسة لها تأثير اقوى علي. يعني هل معقولة كلهم هم مدرسة ونفسيات ولا تعلموا يعني علم النفس؟ مو معقولة. يا سلام. بس في عندهم معاملة يعني ثانية. جميل جميل رائع. هذا انا درت العالم بفضل الله. نعم. طيب ودخلت مدارسهم، دخلت جامعاتهم وقدمت محاضرات وقدمت كذا. فارق البيئتين، نرجع لكلامنا الأولي لما احنا ننتج أربع عيدات من الأبناء. هناك الغربي كيف يتعامل؟ في جزئية نفقد، يعني احنا نفقد التبصر فيها. هذه الجزئية الأساسية هي انه صحيح ان الطالب الغربي شو يصير فيه؟ أعطي الاعتماد على ذاته. زين؟ لكن سلبت منه العاطفة. ما يعني قليل، قلما نجد ان طالب يقول انا بروح ازور ابوي، اروح ازور امي، اروح ازور كذا. نعم. صح؟ نعم. لكن احنا وحنا شياب لنا علاقة مع ابائنا امهاتنا. نعم. هذا جانب. فأعطي الاعتماد على الذات، فخرج مدرس معتمد على ذاته، خرج طالب معتمد على ذاته. طيب خرج مسؤول معتمد على ذاته، خرج عامل في الشارع معتمد على ذاته، عارف وضعه، الكل يحترم الكل. طبعا هل معناته انه ما عندهم سلبيات؟ لا عندهم، لكن احنا شفنا الجانب الايجابي. ولاننا نعلم ابنائنا ونعلم وطننا فشفنا سلبياته وايجابياته في نفس الوقت. صحيح. طيب هذه فكره حساسه، ولذلك هم يعرفون، تعلموا الاعتماد على الذات. ف بينت له الحقيقة عندنا في الدول العربية، بعض الدول العربية ومع بدون تسميات، إذا ما يدرس معناته أنه فاشل في الحياة. فكل الأسرة نفير عند الاختبارات. هذا عاد اللي يقودني للسؤال. بس بالاختبارات. طبعا دكتور، يعني مثل ما ذكرنا في بداية اللقاء بأن حضرتك أتيت لدولة الكويت في وقت جدا حرج وهي الامتحانات نهاية السنة. نعم. بودنا نستفيد منك دكتور، يعني الحين الأسرة احنا ما نبي نقول في حالة استنفار، ولكن يعني في حالة استعداد نفسي وأيضا تربوي وأيضا تعليمي. نعم. وهناك قلق يعني اللي من قبل أولياء الأمور على أولادهم، لأن الحين خلاص يعني هذه نهاية المطاف. حصاد. بالضبط. نبي نهيئ الأجواء والظروف على أساس يحصلوا أفضل النتائج. جميل. شنو هي بالضبط؟ احنا عادة لما نقول الوقت راح. زين؟ هل فعلا الوقت راح؟ ما راح ابدا، طالما العلاقة باقية. بالضبط. زين؟ فأنا أقدر أنتج. صح. أنا غفلت عن ولدي طوال السنة، لما جاء فترة اختبار أنا وعيت الآن، أنا وعيت أن هذه فترة اختبارات. صح. طيب؟ ولدي الآن واعي فترة اختبارات. لكن فرق بيني وبين ولدي، ولدي عنده رصيد. يعني عندنا في الكويت، وانا اقول عندنا في الكويت دول حدا كلنا مع. زين؟ نعم. عندنا اربع فترات اختبارات. صح. الفتره الاول، الفصل الاول او الترم الاول، وفي اختبارين، والفصل الثاني في اختبارين. صح. اجي للاختبار النهائي اللي الفتره الرابعه، عندي 70 من 200 صح. السبعين من 200 هذه الان أيهم أهم عندي؟ المئة وثلاثين أم السبعين؟ 130 طبعا يفترض. صح. صح؟ اللي هو الإعداد الرصيد. صح. زين؟ فإذا كنت أنا عديت لهذه الفترة شيء فأنا ما عندي إشكالية الآن. إذا ما عديت، إذا ما عديت أفكر بالسبعين. هذا اللي قاعد يصير أغلب الأحيان. بالضبط. أنا هالكثر عندي درجات، يبي لي هالكثر علشان أنجح؟ علشان أنجح، مو علشان أتفوق. يا سلام. أنا كنت أقابل طلابي لما كنت في التعليم، أقابل الطلاب أقول لهم جزئية واحدة، أقول أنتم كلكم ناجحين. أوف. طبعاً. وهذه اللي افترض. روعة. لو أدري دارس عندك أنا. يا بعد عمري. إي والله لو أدري دارسين. زين، أنتم كلكم ناجحين. إيه. لكن من يتميز؟ هني عاد تشتغل المنافسة. حلو. إذا هو الأساس النجاح ناجح. صح. لما أقول لك أستاذ أحمد أنت من أول خل ركز على النجاح، ركز على النجاح، ركز على النجاح، معناته النجاح شيء صعب. أيه. لكن انت ناجح، ركز على التميز. صح. فالحاله راح تشوف الاخت وراح تشوف الاخ وراح تشوف
كيف قاعد يتنافسون. نرجع على وضع الأسرة. الآن مو وقت عقابه، والآن مو وقت شد الحبل، والآن مو وقت العتابة، والآن مو وقت التوجيه، الآن وقت الاحتضان. الآن أحتضن بنتي، الآن أحتضن ولدي بهاللحظة هذه وأكون قريب منه. إذا نفسيته مرتاحة. أصبحت مرتاحة ممكن يقرأ، ممكن يستفاد، ممكن يطلع. وهذه الجزئية النفسية لكثير للأسف. طيب ما رأيك بالمغريات؟ إذا نجحت كذا وكذا، إذا نجحت أعطيك كذا وكذا، ما رأيك فيها؟ هذا إحنا نسميه النجاح المشروط. المشروط أي ما تحبذ أبدا. لا أنا أبي ينجح له، ما أبي ينجح علشان السيارة عشان ولا ينجح علشان الشيء هذا عشان السفرة. وإذا صار كل شيء عنده بعدين علشان شنو ينجح؟ بالضبط. عشان ولا شيء. إحنا اليوم يشبع يصير تشبع عنده. إحنا اليوم الحمد لله بأمن وأمان ورخاء بفضل الله. الحمد لله. طيب. وأغلى جهاز ما يتجاوز السعر فلان أقدر أجيبه له. نعم. إذا شنو المغريات؟ إن أربط نجاحه بتقديره لذاته. نعم. باحترامه لذاته. نعم. أنا عندي بنتي. زين. الله يحفظها. لنا ولك جميع المسلمين الله يسلمك. أقول لأمها الآن فترة استرخاء، مو فترة الشد الآن. أبداً. أبداً. الآن فترة استرخاء. زين. آخذها ألاعبها ألاهدها أمازحها. زين. تقول أنت من الكويت تغشمر وياها. تغشمر وياها. زين. الآن فترة هذه عشان تكون يعني أكثر ارتياحاً من عندي، أكثر انبساطة في النفس، وبالتالي تقدر تقرأ. بدال ما أشد عليها ثلاث أربع ساعات تعالي ذاكري وين وصلتي وين خلصتي وين كذا. قالت لي بنتي بابا أنا بذاكر وين عندكم بالصالة عند التلفزيون. قلت ماما براحتك. إيه. نعم. المهم يا بنتي إذا ذاكرتي هني ولا فوق السطح ولا وين ما تبي. زين أنا بسألش عن الحصيلة. نعم. دكتور إحنا الحين تكلمنا وايد عن الأسرة، نبي نختمها بالطالب. يعني الطالب اللي برابعة ثانوي عندنا إحنا يعني اللي تخرج. نعم. بيفكر بالجامعة، بالقبول، بالبعثة، بالكويت، بسيارة، بليسن، وايد يصير فيه أمور. و17 سنة، 18 سنة، يعني حتى العمر عز المراهقة يعني. نعم. فالتعامل معه غير أنا اللي مثلا بالابتدائي أو المتوسطة أو اللي يعني أصغر. فنبي بس نبذة كذي بسيطة حق أولياء الأمور اللي يشوفونا. شوف أنا أقول حاجة في يعني نقطة مهمة. نعم. في عندنا يعني الله سبحانه وتعالى أعطانا منهج. زين. وأعدوا. وأعدوا لهم ما استطعتم. طيب. برباط الخيف. هل العدو فقط؟ لا. لا أبدا. يا سلام. لا أبدا. هذا أعداد. بالضبط. هذا أعداد. صح. زين. هذا الاعداد الجميل انا اول شيء انا اعرف انه في الكويت هني في اخصائي نفسي وفي اخصائي اجتماعي. صح. زين. هل الاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي جلس وقعد مع الطالب من بدايه العام وفهمه من بدايه الثانويه وفهمه؟ هل استدعى ولي امره وبصره؟ اجي في اللحظه الاخيره والطالب الآن مثل ما تفضلت أختي الآن وش عنده؟ عنده جامعة وعنده مستقبل وعنده سيارة وعنده ليسن وعنده أشياء مهمة. زين. الآن هو توعالها. طيب ويني أنا؟ هذا واحد. نقول هل الوقت انتهى؟ لا الوقت ما انتهى، بالعكس لحد الآن نقول طلع في مجال. في جزئية عندنا احنا في علم النفس. طيب هل أنا دائما أحتاج إلى مدرس؟ أحتاج إلى معين؟ لا. الله سبحانه وتعالى أعطانا ذاكرة عجيبة. بمجرد اني اقعد قاعده استرخاء اغمض عيني ارجع الى فصلي ارجع الى كذا راح اتذكر بشكل تلقائي. انا اجي وانا متوتر وبالتالي عندي خوف. صح. هذا الخوف هو اللي قاعد يضيعنا. نعم. طيب ما يخلينا نفكر بالجامعه بشكل صحيح. صح. قاعد احاط لي صوره في الجامعه لكن وينها؟ طيب الان ابيها؟ الان وعيت لها؟ مثل الصايم عطشان اول شيء يسوي يم الماي ويشرب ويشرب بعدين قال. بس احنا الحين ما نبي نحبطهم، احنا نتمنى يعني رسائلك الايجابيه كلها ان شاء الله تكون دكتور وصلت حق بالضبط الطلبه واولياء الامور والمدرسين بعد المدرسات. نعم. مهم جدا يعني ان ايضا يستفيدون من كلامك. الله يجزيك صراحه واحنا استفدنا كثير. يعطيك الصحه والعافيه. اهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك. ونورتنا للاسف يعني ادركنا الوقت. الله يبارك بس فيك. ان شاء الله يكون لنا لقاءات اخرى معك ان شاء الله. انتم بس كل ما خير بعد اذنكم. بالضبط.
أنا أقول لكل طالب أنت عندك قدرة عالية، عندك ذاكرة أكثر من رائعة وجميلة، زين؟ ففترة الاختبار هذه هي فترة استمتاع صح وفترة إثبات. نعم. وكثر الخيركم. حياك الله. يعطيك الصحة والعافية. حياك الله. شاكر لكم جزيل الشكر. الله يوفق طلابنا ومعلمينا. آمين. ويحفظ دولتنا من كل كروه. بارك الله فيكم. شكرا. حياكم الله. مشاهدينا الكرام، كل الشكر للدكتور عادل البعيجان الاستشاري الأسري والتربوي من المملكة العربية السعودية الشقيقة. والآن مشاهدينا مع الأستاذ فؤاد المقهوي وحديث وعرض الشيق لصورة من صور ماضينا الجميل.